السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنساتي سادتي، من استاد القاهرة الدولي أحييكم وأهلا ومرحبا بكم في الوصف التفصيلي والتعليق على مباراة مصر وموزمبيق، المباراة الفاصلة. يمثل الفريق المصري اليوم لحراسة المرمى ثابت البطل، خط الباكات من اليمين للشمال علي شحاتة، محمد عمر، حمادة صدقي، ربيع ياسين، خط الوسط شوقي غريب، مجدي عبد الغني، طاهر أبو زيد، خط الهجوم مصطفى عبده والخطيب وجمال عبد الحميد. وابتدت المباراة وكرة مع موزمبيق نمرة 15 أمادي بيرجعها لسبعة فاروق، محمد عمر بيلعب كرة طويلة لمصطفى عبده، ومصطفى عبده لسه كرة مع مصطفى عبده، يلا درش درش، يا سلام يا سلام، حلوة حلوة برجله الشمال، كانت في الزاوية البعيدة بقت جميلة. معلش على طول ربيع ياسين، طاهر ابو زيد، وطاهر حلوه لشوقي غريب، شوقي غريب لمجدي عبد الغني، وماشي مجدي عبد الغني، جمال عبد الحميد، وجمال بيشوط، يا سلام حلوه حلوه يا جمال حلوه، ايوه عايزين شوط من بعيد، شوط من بعيد، برافو جمال عبد الحميد. وفي هجوم الفريق المصري، علي شحاته، مصطفى عبده، يلا يا درش، ورفع حلوه وتعدي، يلا خطير يا خطير يا خبر، يا سلام، مش ممكن مش ممكن. معلش فريق موزمبيق فريق مهاراته الأساسية متواضعة حقيقة، لازم الفريق المصري يعمل حاجة مبكرة بإذن الله هيحصل. وماشي شوقي غريب، ماشي شوقي غريب، وداخل شوقي غريب، وبيرقص واحد، وفاول فاول، ضربة حرة مباشرة لصالح شوقي غريب على حدود منطقة الجزاء. والخطيب وطاهر أبو زيد، وراء طاهر ابو زيد هيصلح لطاهر، متهيألي كده، وطاهر هيديها بقى برجله الشمال، هوبا جول 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 جول، الجول الاول الجول الاول لمصر، طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد، الجول الاول لمصر، طاهر شطه صلحها له الخطيب، يلعبها بليسنج على شمال الجول علشان نجيب الجول، هنشوفها تاني اهي اهي، طاهر ابو زيد مبروك على شمال شسكيوري علشان يجيب الجول الاول في الدقيقة 13. ادي واحد اهو، هنشوفها تاني من ورا، الخطيب بيصلحها لطاهر، وطاهر بليسنج حلوة حلوة صعبة، فاول لصالح جمال، اتلعبت على طول مصطفى عبده اللي جاي ناحيه الشمال، بيلعبها حلوه لجمال عبد الحميد، يلا يا جيمي يلا يا جيمي، وعدى جمال وعدى جمال، وتصليح حلو شوقي غريب، يا سلام يا سلام يا سلام، يا خبر ابيض، هارد لك يا شوقي، معلش معلش معلش، سهله قوي، صلحها له جمال عبد الحميد، كانت على الارض جول 100 100، اهي شاف التصليحه شوقي، وشوقي على طول الجول، وترد تاني، انما مصطفى عبده مشتركه، معلش شوقي غريب تروح، انما على طول علي شحاته، مجدي عبد الغني، محمد عمر، محمد عمر ماشي، محمد عمر بيلعبها حلوه لطاهر، يلا يا طاهر يلا يا طاهر، وطاهر رقص وبرجله اليمين، جول الجول الثاني الجول الثاني، طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد، كده يبقى وصلنا النهائي، كده يبقى وصلنا النهائي واول المجموعه، طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد، الدقيقة 16، جول جميل، مجهول فردي جميل، مجهول فردي جميل، اهي قنبلة من طاهر ابو زيد برجله اليمين، 2-0، الظاهر في 6 ولا 7 ولا حاجة بإذن الله، ماشي مصطفى عبده، هات وخد وتروح لعلي شحاتة والخطيب، وشوطة جامدة، يا سلام شوطة جامدة، وتطلع الكورة كورنر، انما مسيبها مجدي عبد الغني، وتروح لمجدي عبد الغني تاني، ومجدي عدى وعدى مجدي، ارفع مجدي بقى حلوة، وعلى الارض والخطيب، يا سلام يا سلام، والخطيب تاني، ياه مش معقول مش معقول، واترفعت والرفعة حلوة، انما على طول ويخش، يا حاسبوا يا رجاله، جول فينا مش تمام، ربيع ياسين، وربيع ياسين لمجدي عبد الغني، ومجدي بيلعب كره طويله للخطيب على صدره، يلا بيبو، يا سلام يا سلام،
مزقوق معلش. ربيع ياسين طاهر ابو زيد قصيره من طاهر، انما ياخدها كوسا، وكوسا ماشي بيلعبها على الارض، وهات وخد لفرانشيسكو، هو جول هو جول. برافو ثابت، برافو ثابت. ليه كده يا جماعه؟ لكوسا، لعيب كويس كوسا، ياخدها منه جمال عبد الحميد، وماشي جمال، ماشي جمال، ماشي جمال، ورقص واحد وداخل بيلعبها بالعرض حلوه شوشي. معاك الخطيب، معاك الخطيب يا راجل. يا سلام يا سلام، مش معقول يا شوقي. الخطيب جول 100 100، الخطيب جول 100 100. ياه، هنشوفها تاني، هنشوفها تاني اهو. شوقي غريب، بص الخطيب فاضي ازاي بقى، شوف الخطيب فاضي ازاي، فاضي ازاي الخطيب ومستني، كان هو اللي جاب جول 100 100. ويصفر الحكم بانتهاء الشوط الاول، وكانت النتيجة 2-0. هيرفع مصطفى، يلا يا رجالة عايزين جول مبكر. وحلوة حلوة حلوة حلوة، هوبا يا راجل يا راجل يا محمد يا عمر. مجدي عبد الغني خارج، التغيير الاول لمصر. خدها منه شوقي غريب للخطيب، والخطيب ترقيصة ولما بيلعب كرة حلوة لجمال عبد الحميد. يلا يا جمال، وجمال ماشي مع مشافة، جمال هيرفع، ورفع جمال، ورفع حلوة الخطيب، الخطيب على صدره. دي عايزة بالهد يا محمود في الزاوية البعيدة، بالهد في الزاوية البعيدة احسن من التوقيفة، مفيش كلام. وهات وخد وداخل، وبيلعبها حلوه وتصليحه وشوطه جامده. برافو يا ثابت، برافو يا ثابت. طبعا فريق موزمبيق احسن كتير الشوط دون. خارج طاهر ابو زيد ونازل مكانه طارق يحيى، يبقى ده التغيير الثاني لمصر. طاهر ابو زيد جاب جولين النهارده وعامل افطام الاولاني كويس، ونزل مكانه طارق يحيى. لسه الكرة مع فرانسيسكو، عايز يلعبها مقطوعة، ياخدها طارق يحيى، وطارق يحيى للخطيب، وهات وخد. يلا يا طارق، وطارق بيلعب كرة بالعرض حلوة، وفاروق يقلش، والكرة لسه بره. يا سلام يا مصطفى، يا مصطفى مش معقول. كوسة، كوسة بالعرض، وياخدها الخطيب، وداخل الخطيب. يلا يا محمود، يا سلام، مش معقول يا محمود كده ابدا 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 ابدا. لا ومين والخطيب، معلش. اشرف قاسم ماشي، اشرف بيلعبها لطارق يحيى، وطارق ماشي هيلعب بره. يلا بره، وبره جميله الخطيب. يا سلام، مش معقول يا خطيب. لو سابها لمصطفى كانت بقت مرتاحه اكتر، لو سابها لمصطفى كانت بقت مرتاحه اكتر، وكان هو حطها. هنشوفها تاني اهو، بص مصطفى عبده فين بقى. لو سابها لمصطفى كان قدر هو يحطها، انما برضو الخطيب حاططها في الزاوية البعيدة، انما عالية. علي شحاتة، علي شحاتة، اشرف قاسم، واشرف بيلم ولعبها لعلي شحاتة، وعلي شحاتة داخل، داخل علي شحاتة، وهو جول. يا سلام يا سلام. الزاوية البعيدة يا عم علي يا دكتور، مش معقول. اهي تاني اهي، ودخل فعلا، وشاطها جنب العارضه بحوالي يردتين. ويصفر الحكم الدولي حفيظ علي طاهر من تنزانيا بانتهاء الشوط الثاني والمباراه، وكانت النتيجه 2-0 لصالح مصر، وبكده تصعد مصر الى الدور القبل النهائي كأول للمجموعة، وإن شاء الله بعد مباريات باكر